خلينا نبدأ على طول على دلالات الدعوة للحوار الوطني وفتح الحوار مع اتجاهات سياسية مختلفة نراها في الدعوة للحوار الوطني. كيف ترى ذلك؟ أراها دعوة لفتح المجال العام، إلى الدعوة إلى تنوع الأفكار والاتجاهات المطروحة على الرأي العام. كل اتجاه بيعرض وجهة نظره، بيعرض الأساليب بتاعته، ده بيؤدي إلى ازدياد الاهتمام بالسياسة وبالعمل السياسي، وعندما يتطور بالمشاركة السياسية. رغم أن السؤال يبدو شخصيا، ولكن أعتقد أن الإجابة عليه مهمة. لماذا ترى الدعوة لدكتور علي الدين نيلال للمشاركة في الحوار الوطني، وأيضا اختياره كمقرر للمحور السياسي؟ طب يعني عايز أقول إيه، يسأل في هذا من اختار، لكن يعني ربما ان انا استاذ علوم سياسيه بدرس يعني مواد النظم السياسيه والحكومات ونظم الانتخابات على مدى 50 سنة او اكثر، ربما ان انا شاركت في يعني يمكن ربما من اكثر الناس اللي كتبوا مقالات عن الحوار وضرورات نجاحه وتجارب الدول الاخرى، بس وربنا يساعدنا يعني. طب ألا ترى معنا يا دكتور أن الدعوة للحوار لشخصيات سياسية بارزة لها باع طويل ولها يعني تاريخ طويل في العمل السياسي له دلالة؟ بيعني يا أستاذ داليا الجدية. يعني عايز أقول ساعات أقولك تعرف الجواب من عنوانه، تعرف يعني لما انت بتختار مثلا تقول ايه المقررين العموميين، الدكتور احمد جلال وزير الماليه السابق، الاستاذ خالد عبد العزيز وزير الشباب السابق، وعلي الدين هلال، لما تشوف اسماء مقررين اللجان الفرعيه في كل يعني 5 في السياسه، افتكر 7 في الاقتصاد وغيره في الاجتماع، شوف اسماء الشخصيات الخلفيات منهم اعضاء برلمان، اعضاء تنسيقيه الشباب، احزاب مختلفه، يعني تقريبا تقول ده كل الوان الطيف السياسي والفكري والثقافي موجودين. ده بيعني انا رايي كده ابتداء الجديه. يعني انتقد البعض فكره الوتيره البطيئه او لبدء الحوار الوطني او التحضيرات للحوار الوطني، وتم استغلال ذلك في الاعلام المعادي، كيف ترى ذلك؟ شوفي بصي ايه، يعني لو انت عايز تقصيها يعني اديك مثال، يعني الرئيس الجمهوريه دعا مثلا من اسبوع قال انا عايز مؤتمر اقتصادي يقع في نهايه الشهر. هيقع في نهايه الشهر ليه؟ لان في طرف واحد بيقرر، الدوله، والدولة اللي بتختار يعني بعدها بيومين رئيس الوزراء طلع قرار، المستشارين بتوعه لهذا العمل حددوا المكان وفي موعده وجاءت دعوات إلى آخره. هنا يعني الدولة ممكن تتشاور، لكن في هيئة واحدة بتاخذ القرار. الحوار الوطني غير كده يا داليا، أنت بتقولي تجيب ناس لغاية مثلا من 2 بيتبادلوا الاتهامات، وكان الناس بكل شيء، ناس بيقول لك بتفرط، وناس بيقول لك بتبيع، وناس بتقول لك انت عايز تخلق مساحه مشتركه. اسهل شيء انك تاخدي، يعني عايز اقول لحضرتك لا 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 لا، لو نقول مثلا موقع البوابه اعمل لي حوار، اعمله في 48 ساعه، في خلاص بيختار الناس الى اخره، وهيبقى انت هنا كل قرار بالتوافق. بالتوافق، مفيش غلبة، مفيش غلبة عددية ولا غلبة سلطة على آخرين. ربما هذا هو اللي بيفسر. برضو خدي بالك ان دي سكة جديدة، يعني احنا ما شفناش حوار وطني في مصر وفي جايب اطراف فرقاء مختلفين تقول تعالوا اتفقوا عايزين نعمل ايه، نتفق ايه القضايا، طب ايه الاجراءات الى اخره.